لكن ليعلم أن الصدقة في يوم الجمعة مندوب إليها، وليعلم أن ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية من أنه كان يأتي إلى الجمعة فيأخذ ما تيسر من بيته فيتصدق به، فيقول إن الله جل وعلا أمرنا أن نتصدق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالصدقة بين يديه عز وجل من باب أولى، ليعلم أن فعله رحمه الله ليس مبنياً على استحسان. لا، لو لم يأتي دليل ما قلنا بهذا، فنحن مع الشرع من حيث الاتباع. الدليل ما جاء في مصنف عبد الرزاق من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن يوم الجمعة: والصدقة فيه أفضل من الصدقة في سائر الأيام.